تعالوا نفتح كتاب مقدس أخبار الأيام الثاني. أخبار الأيام الثاني. صح 14. هندرس النهاردة بس موضوع مهم له علاقة برضو بالأزمنة اللي مش له علاقة بالأزمنة، له علاقة بينا برضو. لأن بنحكي عن هذا الموضوع كتير، بس كتاب مقدس ما قالش ان الموضوع ده اقتراح. يعني ربنا بيقترح علينا اقتراح، لو تحبوا انا عندي كده. كتاب مقدس قال، بل بالعكس حذر، ان لو انت ما دخلتش وعشت وسكنت في الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة بتسقط. تصور، يعني ما هيش فكرة جميلة، ما هواش اقتراح بيقترحه عليك الخالق، لا ده الحقيقي ده امر وبيحذرك من عدم دخوله، ويقول لك لو ما دخلتهوش انت بسهوله بيحصل في حياتك ارتداد. اوكي، فيعني ما هوش اقتراح، ما هوش فكرة لذيذة، ما هوش فكرة وعظية. لو حضرتك تحب، لو ما تحبش ما تسوكي، يعني الحياة هتمشي. هو بيقول وحقرأ لك الآيات، لا الحياة ما بتمشيش لو انت ما دخلتش فيه، الحياة ما بتمشيش. انا ليه مش بقول عنوانه؟ عشان لو قلت العنوان كلكم هتقولون بس انا بقول لك ان العنوان اللي انت هتقول عليه ده ربنا بيقول لك لو انت ما دخلتوش هترتد. انا لسه ما قلتش العنوان، عشان برضو لما بقوله بقول العنوان بنقول ايه رد فعلنا النفسي والطبيعي والجسدي، بقولها يا عمي والارض بقى عندها بقى كلمات شعبيه بقى وامثال شعبيه كتيره قوي تطلع وكلها مش ايات. خلينا اقرا لك الايات، لسه ما قلتش العنوان بس اقرا لك الايات هتكتشفها من القصه. القصه عن آسى الملك. اخبار الايام الثاني 14 وعدد 2. عمل آسى ما هو صالح ومستقيم في عيني الرب الهه، نزع المذابح الغريبه والمرتفعات، كسر التماثيل، قطع السواري. قال اليهوذا أن يطلبوا الرب إله أبائهم وأن يعملوا حسب الشريعة والوصية. نزع من كل مدن يهوذا المرتفعات وتماثيل الشمس، واستراحت المملكة أمامه. بنى مدن حصينة في يهوذا لأن الأرض استراحت، لم تكن عليه حرب في تلك السنين لأن الرب أراحه. قال اليهوذا لنبني هذه المدن، نحوطها بأسوار وأبراج وأبواب وعوارض ما دامت الأرض أمامنا، لأننا قد طلبنا الرب إلهنا، طلبناه فأراحنا من كل جهة، فبنوا ونجحوا. أمين. إيه الكلمة اللي عملت تتكرر؟ هتكلم عن الراحة. تطلع بقى المسلمات الشعبية، وفي راحة وفي في الدنيا راحة، كل دي مش آيات. آخر آية طلبناه فإيه؟ إيه رأيكم في الآية دي؟ انت جمال. طلبنا في ايه؟ طب الآية دي حقيقي هو اللي قالها؟ يعني كتاب مقدس دي كلمة الرب المسوقة بالروح القدس ولا فكرة؟ طب خلينا اقول السؤال بطريقة تانية، ايه مفتاح الراحة في الآية دي؟ برافو عليكم. ايه مفتاح نحن نرتاح؟
يعني 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 معقول الكتاب المقدس قصده ان لو قلبي طلبه هرتاح؟ think. طب انا مش مرتاح ليه؟ الحقيقي 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 ان السمة الغلبة في ملكوت آسى هو الراحة. اذكرك عدد 5 استراحت المملكة امامه. عدد 6 لان الرب اراحه لم تكن عليه حرب في تلك السنين. مش يعني فاهمين؟ مش عشان ما كانش في حرب الرب اراحه، لان الرب اراحه ما كانش في حروب. انتوا جمال، اقولها مره تاني، مش علشان الراحه لا تعني غياب الحرب، الراحه بتؤدي الى لا حرب. مش علشان مفيش مشاكل انا مرتاح، لاني انا مرتاح انتوا سكاكير جمع سكر. بس جمع سكر ايه مش عارف. لان بنتصور ان الراحه هو غياب المشاكل. الراحه ملهاش دعوه بظروفك. هنا هنحتاج نعمل تعريف للراحه. الراحه مش جسديه، مش انك نايم كويس امبارح بالليل. والراحة مش ان كل حاجة حواليك ما فيهاش مشاكل. تعريف الراحة بحسب كلمة الكتاب المقدس هو سكنة انسانك الداخلي امام وجه الاب. احنا في اجتماع دراسي، فما هو تعريف الراحة في الكتاب المقدس في الكلمة؟ الراحة هي سكنة قلبك وسكنة انسانك الداخلي وجها لوجه. مرة كمان احتياطي، يعني ايه راحة بحسب الكتاب المقدس؟ حسب الكتاب المقدس هو وجهك، وجه انسانك الداخلي بيسكن امام وجه الاب. دي اسمها راحة. لما وجه انسانك الداخلي، وجه نفسك، أفكارك، مشاعرك، عينيك الداخلية تبقى وجها لوجه قدام الآب وتسكن هناك، هي دي الراحة. الراحة مش إن ظروفك زي الفل. الراحة بتبتدي من جوه. يا ناس ظروفها زي الفل ودماغها زي الخلاط شغالة. الراحة بتبتدي من جوه. تعريف الراحة بحسب الكلمة هو السكنة، يعني مش دقيقتين، مش في الاجتماع، هو سكنة إنسانك الداخلي، قلبك، أفكارك، ومشاعرك، ونفسيتك أمام وجه الآب. أذكركم بآيات يقول لك فاستراحت الأرض 40 سنة. فاكرين الآيات دي موجودة في كتاب المقدس؟ فاستراحت الأرض، يعني إيه استراحت الأرض 40 سنة؟ مش الأرض كلها تعب وبلية؟ نو، في حاجة في كتاب المقدس اسمها استراحت الأرض. يعني إيه تستريح بقى النهاردة بلغة العهد الجديد؟ تستريح أنت 40 سنة. إيه رأيك؟ إيه رأيكم ناخد الآية دي ونحطها في كتاب المقدس؟ استراحت أرضك 40 سنة. إيه رأيك؟ سلمت حياتك للرب بقالك قد ايه؟ 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة؟ قدامك كمان 10 سنين راحة. ايه رأيك اخي؟ استراحة الارض
40 سنة. ولو ده حصل في العهد القديم اللي هو بدون سكنة الروح القدس جوانا، فكان بالحري في العهد الجديد ده معروض لأرضنا الداخلية. وحوريك إن التعريف هو مربوط بإنسانك الداخلي، إنه يبقى وجها لوجه أمام قلب الآب، أمام الحضور الإلهي، أمام وجه الآب. وهو ده تعريف الراحة. الراحة وجود شخص، سكنة شخص، مش غياب مشاكل. لأن في حضور هذا الشخص لما بسكن تلك الراحة، بدخل إلى تلك الراحة، مفيش حروب لأنه هو هنا. لأن الرب أراحه لم تكن حرب. في أيام طلبناه، فاكرين آيات؟ أوكي. لأن الرب أراحه لم تكن عليه حرب. يعني مش ما كانش في حرب فهو كده استراح. الآية ما بتقولش كده. انتوا شايفين الآية؟ السبب ان ما كانش في حروب ان الرب اراحه. يا رب تنور. انا هكرر نفسي زي لان دي مهمة. لان يعني كتير بنتصور بنحط العربية قبل الحصان. القوة هنا ان آسى كان مرتاح في الرب، ولأن كان مرتاح في الرب لم تكن عليه حرب. يا رب تنور. يعني لما روحي بتسكن في هذه الراحة، حروب كتيرة حواليا بتتحسم. مش لما بتتحسم حروب حواليا برتاح. أنا بكرر مش كده؟ حاولها كمان. كلهم هزوا رأسهم وقالوا أنت بتكرر. فده مشجع لي أن أنا أكرر. لأنه طبيعتنا البشرية، الرد الفعل الطبيعي بتاع نفسيتنا، أنه طالما في حرب أنا مش مرتاح. ومش بأدرك أنه 80% 90% الحقيقة من حروبي علاجها مش أني أنا أخفس نفسي في الحرب وأدخل صوابعي في الطين وأدخل دماغي في الصراع الفكري وأدخل مشاعري في الحتة الضيقة بتاعت الحرب. لا، ده الأتاري علاج الحرب أني أرتاح الأول في الرب وأدخل إلى الراحة. ولما بدخل إلى الراحة الرب بيريحني، ولما بيريحني الحرب بتتحسم. فاهمين؟ جعلت لي مائدة تجاه مضايقية. يعني في حرب وفي دنيا شغالة، حبيبي تعالى نقعد ناكل. ليه؟ لما تقعد تاكل على المائدة معايا هترتاح. ولما هترتاح هتلاقي في الأغلب 80% 90% من الحرب خلصت. ليه؟ لأن لما الرب بيريحك لن تكون عليك حرب. ففي بعض الأحيان الحرب بتجرجر رجلينا، المنطقة ضيقة، النفسية بتاعتنا بتجرجر رجلينا، اللي نعالج المشكلة دي ازاي، نعمل مش عارف ايه، والقصة كلها. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة. في بعض الأحيان الأقرب لنفسيتنا والذهننا والدماغنا والمشاعرنا أن احنا نخش في الطين. ده الأقرب، ده رد الفعل الطبيعي، ده رد الفعل متعودينه. ذهني يقوم شغال، أخش في القضية، أخش في المشكلة، أنزعج مع الإنزعاجات. فده الأقرب لينا، بس ده الأصعب في الطريق. لأن الحقيقي 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 الدعوة الحقيقية على كل حد فينا أن يخش إلى هذا المكان اسمه راحة. فآسى كان بيغلب. يعني لما تقرأ، أرى لك آية كمان. طيب أخبار الأيام الأول، أخبار الأيام الأول صح 22. يعني كل سيستم ملوكي كان، والرب كان بيعلن حضوره فيه، كان مربوط بالراحة. أشهر واحد كان سليمان طبعا. أخبار الأيام الأول 22:9، يولد لك ابن، ده كان يكون إيه؟ صاحب راحة. أريحه من جميع أعدائه حواليه. بصوا، نتيجة
ان في راحة جوه بيبقى في راحة بره، مش العكس. انا عارف ان الموضوع ده متقيل بالنسبة للجسد بتاعنا بس ده الموضوع، يعني دي القصة. أذكرك أنا هفتح لك الآيات اللي بقولها دي، بس كلكم عارفين الآيات دي بالمناسبة اللي فيها الرب قال قصة الراحة مش فكرة جميلة، مش 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 كماليات في العربية اللي أنت سايقها. يعني لو تحب إن الإزاز يبقى بيتحرك مع مش عارف إيه، لا ده الموتور. يعني مش كماليات في العربية إضافية لو تحب نزودها على العربية بتاعتك فتبقى نزود لك بس حبة حاجات إضافية، لا ده الموتور. الراحة هو الموتور، وغياب الراحة بيؤدي إلى الارتداد. فصدقني المشاركة دي مش مشاركة جميلة بطبطب عليك فيها وبقولك شوف في بونبوني عند الرب، ده مش بونبوني. الراحة مش بونبوني، الراحة ده الموتور الروحي بتاع روحك. ولو روحك ما دخلتش إلى هذا المكان من الراحة، الكتاب المقدس بيهددك بيقولك في ارتداد، لدرجة يقولك اجتهد إنك تخش للحتة دي اللي فيها إنسانك الداخلي بيرتاح في وجه الآب، لأنه بدونه في خطر على حياتك وعلى حياتي على حياة أي حد. فسليمان كان صاحب راحة، آسى أراح في أيام طلبناه فأراحنا. فمعلش سامحني خليني أكون بايخ، عدم الراحة الداخلية سبب أن قلبي حقيقي مجاش وسجد قدام حضور. لو أنا منزعج جوايا سببه الحقيقي أن قلبي ما توضعش وسجد قدام وجهه. أنا آسف أنا بايخ بس دي الحقيقة. طلبناه فإيه؟ فأرحنا. أنا بايخ، بس أنا بشجعك إنك ما تدورش على شورت كات. فاكرين الأسبوع اللي فات كنت بقول لك الكويك فيكس، أي حاجة كده نسكافيه. ما فيش. عشان كده الكتاب المقدس في عبرين 4 يقول لك اجتهد إنك تخش، اجتهد إن قلبك يلتحم والتروس تعشق بتاعت روحك ومع وقلبك ونفسك مع الحضور الإلهي. مفيش أوبشن تاني. خليني أقول لك من فضلك ما تكملش تسمعني، اديني نص ودنك وخلي روحك ونفسك تسيبني وتتحد أنت مع حضور ربنا الموجود في الاجتماع من فضلك، لأن ده أهم جدا من أنك تقعد تسمع العزم. أهم جدا، لأن أهم حاجة أن روحك أنت أول ما بتعمل كده رب يجد المجال أنه يسكب الدهن الطيب الكثافة الدهنة عشان تنزل جوه قلبك وتعمل الراحة اللي انت محتاجها. الراحة دي طعم الروح القدس لما بينسكب جواك، لما بتدوقه ما بترتاحش في اي حاجة تاني. فالراحة دي مشكلة لانك لما بتدوقها ما فيش حاجة تاني بتريحك. انتوا كويسين؟ فلو ومعظمكم دقها، عشان كده بعد كده لما بيدور انه اصل انا ما عنديش وقت اقعد ارتاح في ربنا، انا عندي مشاكل كتيره، فعمره ما بيرتاح وبيحس طب انا ابن ربنا وبنت ربنا وبحب ربنا بس انا مش مرتاح عليه. لانه انا النهارده ما باكلش الاكله الدسمه اللي انا اكلتها في يوم من الايام ودمرت الطعم جوايا. يعني ايه دمرت الطعم جوايا؟ اي حاجه تانية ملهاش طعم جنب الراحه اللي انا دقتها، وملهاش حل تاني غير اني اقعد في الحته دي اللي فيها بيرجع الدسم والدهن الطعم الغير عادي ده يلمس اعماقي، لان هذا الطعم ملوش حل الا في الراحه بتاعه الرب. لما بحاول بقى احلها لان ما عنديش وقت النهارده عشان عندي مشاكل كتيره، انا ببقى غبي. ليه؟ لانه علاج المشاكل الكتيره ان ارتاح في الرب، وبحاول احلها بايديا وهي ما بتحلش كده خالص. لان لما طلبنا اراحنا، لما اراحنا لم تكن هناك حروب. انتوا كويسين؟
سفر التكوين. بصوا تعالوا نروح سفر الخروج. طيب انا اسف خروج. انا ممكن اوعظ بس انا مش عايز اعمل كده. انا عايز خروج 31. كلم الرب موسى قائلا، خروج 31:12، انت تكلم بني اسرائيل قائلا ثبوتي تحفظونها. كلكم عارفين قصة السبت دي، لان السبت ده هو يوم الراحة. بس عايز اقول لك السبت ما هوش ناموس. السبت زي ما هتشوف هنا في حاجتين موجودين في الناموس في العهد القديم، لكن هما من قبل الناموس وهم مكملين في العهد الجديد. حاجة منهم اسمها السبت أو الراحة. كمل معي بس أنا عايز أشوف حاجة هنا. أنت تكلم بني إسرائيل قائلا ثبوتي تحفظونها لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم. فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. في العهد القديم في تهديد، من دنسه ايه؟ من دنسه يقتل قتلا. كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها. 6 أيام يصنع عمل، اما اليوم السابع ففي سبت عطلة مقدس للرب. كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا. فأحفظ بني إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا، هو بيني وبين إسرائيل علامة إلى الأبد، لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع إيه؟ استراحة وتنفس. أوكي، حبة حاجات نطلعهم من الباراجراف ده، من الحتة دي. أول حاجة السبت قصة من قبل الناموس، لأن في اليوم السابع ده قبل الناموس، ده في تكوين واحد، في نهاية تكوين واحد وبداية تكوين اتنين. في اليوم السابع رب توقف عن العمل، مش استراح لأنه كان تعب. هو توقف وتنفس. كلمة بالمناسبة استراح يعني توقف عن العمل وتنفس. ليه؟ لأن في اليوم السابع كان اليوم اللي فيه رب بيتنفس على الخليقة الحسنة جدا اللي هو عملها. اليوم السابع كلكم سمعتوني بقول التعبير ده، اليوم السابع في الخليقة كان اليوم الأول لآدم. آدم أول يوم في حياته كان يوم الراحة بتاعة الرب. فآدم اتولد في راحة. آدم اتولد في راحة. آدم اتخلق أول يوم في حياته كان اليوم السابع، يوم الراحة. ده أول تعليق هنا. فقصة الراحة دي قصة ملاش دعوة بالناموس. طيب هنا الرب حطها في الناموس عشان يقول إيه؟ في تعبير متكرر هنا مرتين، قال دي علامة ما بيني وبينكم، صح؟ دي علامة ما بيني وبينكم. إذن الراحة هي العلامة ما بينك وبين الرب. Happy birthday to you. إذن الراحة، لا مش معنى كده نعليه يعني. ده برا؟ اوكي، طب ممكن اقفل الباب يعني؟ مقفول؟ طيب ممكن ننزل كلنا عيد ميلاد؟ ده الاوبشن الاخير. إذن الراحة علامة، علامة بيني وبينكم. أوكي، هنا في حادثة مش عارف انتوا شايفينها ولا مش شايفينها. لو أنا مفيش راحة
ما فيش علامة بينا وبين الرب. فالراحة مش أوبشن، الراحة الموتور، الراحة مش فكرة جميلة لو تحب مساحات على العربية. الراحة ده الموتور، ده دي العلامة ما بيني وبينكم عشان يتعرف إنك من شعبي، إنك بتعمل في الناموس بتعمل السبت، عشان تتعرف إنك من شعبي أنت في داخلك حاجة اسمها راحة. ده دي العلامة ما بيني وما بينك، والعلامة دي مش علامة ناموس، دي العلامة اللي هي اليوم السابع اللي هو اليوم الأول بتاعك يا ابن آدم الأخير، لأن اليوم الأول بتاعك هو اليوم السابع، هو يوم الراحة. أذكرك الراحة هي أن إنسانك الداخلي وجها لوجه ساكن أمام وجه الآب. إيه مفتاحها؟ طلبناه فأراحنا. أول ما بنعمل كده الطعم اللي ملوش حل، اللي لخبط كل طعم بالنسبة لنا، أي حاجة تانية ملهاش طعم، هو الحقيقي، هو لخبط الطعم جواك، لأنه دوقك حاجة ملهاش حل غيره، فما فيش محل تاني بيبيعها. مهما عملت انت الحل الوحيد هو التكريس والاستسلام في الحضور الالهي بس. فحط جواك هذا، ودي العلامه ما بينك وبينه، دي العلامه ما بينك وبينه، وبدونها انت في وسط الشعوب كباقي الشعوب. ده دي العلامه اللي بتقول انك من شعب الرب. يا للهول. تالت حاجة نطلعها من الباراجراف ده انه ايه؟ ان كسر هذه الراحة له نتائج قاتلة. تقولي بس ده لغة العهد القديم، يعني يقول ايه مرتين؟ من دنسه في عدد 14، من دنسه يقتل قتلا. تقولي ده العهد القديم بقى وبقى ومش عارف ايه، اقول لك طب روح للآية اللي انا عمال بهددك بيها من اول اجتماع، عبرانين 4:11. فلنجتهد، عبرانيين 4:11، فلنجتهد أن ندخل، لا عبرانيين 4:11، فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة الإيه؟ العصيان. ده يعني التمرد ببساطة. هو في عبرانيين عمال بيتكلم عن حاجة اسمها الارتداد. فببساطة بيقول لك لو ما فيش راحة جواك أنت مهدد بعبرة العصيان أو بعدم الدخول لكل حاجة الرب وعدها بيك، فمهدد أنك ترجع لورا. لدرجة بيقول لك اجتهد أنك تخش الحتة دي، اجتهد أنك تخش الحتة دي، يعني ابذل كل مجهود. فأتاري القصة مش الراحة هي الأنتخة بلغة الشباب، الراحة هي اجتهاد انك تدخل قلبك ومشاعرك ونفسك وعينيك الداخلية الى وجه الاب وتسكن هناك وتعمل لوك انت وهو مع بعض كده، تقفله مع بعض. ده اللي عمله يعقوب مع الرب في 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 فينوئيل، قال له مش حسيبك، عملوا لوك مع بعض. فانسانك الداخلي ووجه الاب يقفله كده وجها لوجه، لن أطلقك، وتفضلوا واقفين في الوضع ده، ومفيش حل تاني للراحة إلا المكان ده. وده مش أقرب حاجة لرد فعلنا في الوقت الحرب، برغم إن هو ده اللي فيه طلبناه فأرحنا فاستراح، فلم تكن هناك حروب، لأنه الراحة هي وجود هذا الشخص مستعلن جوايا بقوة، مش الراحة هو عدم وجود حرب. وجود هذا الشخص مستعلن جوايا بقوة هو العلامة ان انا من شعب الرب.
تمتعي بالالتحام ده والطعم عمال بينزل جوايا وانا في المواصلات وانا في العربية وانا في الشغل وانا في وعامل اللوك انا وهو. هو العلامة، هو اللي بيخلي الناس تعرف اني من شعب الرب، لان الطعم ده مفيش محل تاني بيبيعه. فلما يجي تعامل مع حضرتك بلاقي خارج منك الطعم ده اللي هو ملوش حل تاني. لما إبليس يجي يهاجمك بيجدك نايم في المركب، باقي اللي ملهمش طعم عمالين بيجرفوا المية وعمالين بيصرخوا إننا نهلك، لكن يسوع نايم في المركب مرتاح في المركب، ويجوا يقول الحق الحق الحق، ما بالكم خائفين؟ وتقدر تقف في وسط السفينة وتقول اسكت ابكم، لأن هو ده كان متوقع من التلاميذ، لأن هم داقوا، كان متوقع لهم يا عديمي الإيمان، أنتوا ليه دخلتوا على أقرب حل للمشكلة، أقرب حل للي حاصل في حياتكم، ومسكتوا الجرادل وقعدتوا تدلقوا المية من اللي دخلت جوه المركب وقعدتوا تجدفوا، إيه اللي بتعملوه ده؟ ما ده الطبيعي، أنت مش شايف إحنا بنغرق والمركب مليانة مية، فإحنا مسكين الجردل وبندلق المية بره عشان هنغرق، ده الطبيعي، إيه اللي بتعملوه ده؟ وقف هو في وسط المركب اسكت ابكم. ليه؟ لان في راحه، لان الرب اراحه لم تكن حروب، او بلغه اخرى حسم الحروب كان مليان راحه. فلنجتهد ان ندخل تلك الراحه، لان الراحه مش فكره بسيطه، الراحه مش فكره جميله، الراحه مش اوبشن كده اضافي لو تحبوا، الراحه حاجه بتحصل جواك، بتعمل لوك فيها قلبك مع قلب الرب لالا تسقط في عبره العصيان هذه عينه. تنروح مع بعض لسفر الاعمال. أعمال 7، واستفانوس عمال بيدي الوعظة عشان أحكي لها على قصة اللوك دي أو القصة كلها جوه أعمال 7 آية 48. العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي كما يقول النبي. العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي، ببساطة ده النقلة ما بين العهد القديم وليه العهد الجديد. فزي ما السبت كان يوم في الأسبوع في الناموس، النهاردة السبت هو حالة روحية في قلبك. يعني قلبك بيسكن في الحتة اللي فيها الرب بيتنفس على كل شيء حسن. أنا عارف إن الكلام النهاردة كله السبت هو المكان، هو اليوم اللي فيه الرب تنفس على خلقته اللي قال هذا حسن جدا. لما بتدخل قلبك للمكان ده الرب يقوم نافخ على كل حسنة في حياتك فبتزداد، وبيفصل كل شيء حسن من كل شيء اسود. احد الحاجات اللي اوكي ربنا النهارده انا قاعد صبحيه كله بيكلمني عن 2019، ف كنت هخش اكلمكم على 2019 بس مش وقته. الرب تنفس على كل شيء حسن، لأن في كل الخليقة في الأيام فصل الرب ما بين النور والظلمة، فصل الرب ما بين البحار والأرض، فصل الرب ليه؟ الرب عمال بيفصل بيفصل بيفصل، وراء هذا حسن وراء هذا حسن وراء هذا حسن. وفي اليوم السابع أم رب تنفس على هذا حسن جدا، وعلى كل انفصال هو فصله. أتاري
أتاري لما حضرتك بتسكن بتدخل قلبك للحتة دي سهل جدا أنك تقشر أي حاجة سودة دخلت، لأن رب يتنفس على كل حاجة حسنة هو حطها جواك وبيفصل بسهولة كل حاجة أنت محتاج تقشرها من حياتك. أوكي، في أعمال 7 العالي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي كما يقول الرب، السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب أيا هو مكان راحتي. فببساطة استفانوس بيقول الأنبياء تنبأوا ليكم يا يهود في العهد القديم وانتم ما فهمتوش ان الرب مش عايز يسكن في ناموس او في هياكل مصنوعه بايدي انسان. الرب بيدور على قلب، الرب بيدور على الهيكل بتاعكم، لانه لا يسكن في ايدي مصنوعه بيد انسان، هو بيسكن في حضرتك، انتم هيكل الله، روح الله ساكن فيكم. بس اتاري مكان راحته هو انت، هو قلبك. طيب ما انا ما اعرفش تفكروا في الايات ولا لا، لو حضرتك مش فاتح المكان لراحه الرب، الرب ما عندوش مكان يرتاح فيه في الارض. الرب بينادي على حضرتك بيقول لك انت الكنيسه، انتوا الكنيسه، اين مكان راحتي؟ انا عايز ارتاح في مصر. ولو انا مش وانا قلبي او داخلي ما فيهوش راحه، يبقى الرب مش مرتاح، لانه عمال بينادي اين مكان راحتي. طب ارتاح ازاي انت مش شايف المشاكل؟ اوه، يبقى نرجع العشرين دقيقه اللي فاتوا ونبتديها من اولها تاني. الراحه ملهاش دعوه بالمشاكل، الراحه انا بخش ليها في انساني الداخلي، فالمشاكل ما تبقاش موجوده. فالقصة مش انت شايف المشاكل نرتاح ازاي ونمص ما شفايفنا بقى ونقعد نمص قصب. القصة تاني خالص، قصة تاني خالص، ملوش دعوة القصب بالراحة. بس يعني نقشر بصل عشان نعيط مع بعض. اوكي، الايه دي هي اللي موجوده في اشعياء 66. انا بقلب معاكم اشعياء 66. انا عارف ان انا بتكلم في حاجه، بس انا صدقني لما الرب شغلني بهذا الكلام، لان هذا الكلام مهم جدا للزمن اللي جاي. لو قلب حضرتك، لو انت ما ادركتش، زي يمكن المشاركه دي بحطها في الارشيف بتاعك، فهي هي مشاركه لها علاقه بالزمن، بس هي مشاركه للارشيف. يعني ايه الارشيف؟ يعني تحطها من اساسيات الاساسيه في حياتك اليوميه. ده الارشيف، ده اساسيات الايمان. تقول لي اساسيات الايمان ده؟ اقول لك من اساسيات الايمان انك تبقى في راحه، لان لو ما فيش راحه ما فيش علامه ما بينك وبين الرب، دي العلامه. وقال لو دي مكسوره ما فيش علامه، والنفس اللي تكسر الراحه موتا تموت. في لغة العهد الجديد عبرة العصيان ارتداد، رجوع لورا، عدم تقدم. أشعياء 66 الآية اللي هو بيستشهد بيها في سفر الأعمال، هكذا قال الرب السماوات كرسية والأرض موطئ قدمي، أين البيت الذي تبنون لي؟ أين مكان راحتي؟ القصة مش البيت النهاردة، هو مكان الراحة. لو أنت ما أفسحتش مكان راحة، هتاري القصة مش أنت بس اللي ترتاح، الرب عايز يرتاح فيك. أتاري قصة إنها مش إن الرب عايز يرتاح جواك، ولو هو ارتاح جواك أنت بترتاح. عشان كده الطعم ده ملوش حل، لأن هو مش راحتك أنت، أتاري هي راحة الرب فيك. أنا مش عارف أعمل معاكو إيه. هي مش راحتك أنت، هي راحة الرب فيك. أرجع معاك تاني العبرين 4، عبرين 4 عدد 10، الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله.
راحته دي الذي دخل راحته. أنا أميل ومفسرين تاني كثيرين يميلوا إن الهه دي عايدة على راحة الرب. الذي دخل إلى راحة الرب استراحة من أعماله هو كما الله من أعماله. لما رب يرتاح فيك أنت بترتاح، ولما أنت بترتاح لم تكن هناك حروب. لو أنت ما فتحتش مجال أن رب يرتاح فيك أنت مش بترتاح، بتكون حروب. لما بتدي مساحة للرب أن يرتاح فيك بتبقى علامة ما بينك وبين الرب قدام باقي الشعوب أن ده من ابن الرب. لو أنت ما فتحتش مجال للرب أن يرتاح فيك بتسقط في عبرة الارتداد. مفيش مجال غير انك تفسح مجال. ده بيستلزم وقت، استسلام، تركيز. طب انا عندي حاجات مهمة قوي تحطها على جنب تماما 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 تماما. الحاجات المهمة دي مش مهمة. اهم حاجة ان هو يرتاح فيك فانت تكون صاحب راحة، فهو يملك فأعدائك يبعده، ويبقى في علامة ما بينك وما بين الرب أنك أنت ابن وأنك ابنه. ده بيحتاج تركيز، بيحتاج وقت، بس أكتر حاجة بيحتاج تسليم، استسلام إن الحاجات المهمة دي مش مهم. مزمور 132. أنا بحط أرشيف جواك. مزمور 132. قم يا رب، عدد 8. عارفين آيات أنت. أنا عارف أن أنا أرضى بشارك حاجة. قم يا رب إلى إيه؟ إلى راحتك أنت وتبوت عزك. كهنتك يلبسون البر، أتقياءك يهتفون من أجل داود عبدك، لا ترد وجه مسيحك. أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه، من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك. يعني في حاجة مستمرة. إن حفظ بنوك عهدي شهاداتي التي أعلمهم إياها فبنوهم أيضا إلى الأبد يجلسون على كرسيك. ليه؟ لأن الرب قد اختار صهيون، المكان اللي فيه الملك بيملك، اشتهاها مسكنا له. هذه هي راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأني اشتهيتها. قدامنا ثلاث مستويات من الإدراك في نفس الوقت كأولاد للرب. هما ثلاث مراحل اللي مر بيها الشعب. بس ممكن تبص وقلبك يبص ويبقى ما يبقاش شايف غير ظلام مصر. أنا ببص على المشهد بتاع الشعب في العهد القديم، مصر برية سكنة في أرض كنعان، ودي الراحة. فممكن تبص من بره وتقول أنا شايف ضلمة جدا، مشاكل شايف، وتبقى مشاكل حقيقية. انت شايف مصر، ممكن تكون شايف دوران ولعنة وبركة وتقول هو ده اللي انا شايفه، وممكن تكون شايف راحة. انت معروض ليك الراحة، بس في نفس الوقت ممكن تبص وتشوف دوران، وممكن تشوف تبص وتشوف ظلام. انت بقى وذوقك، انت اختيارك الحقيقي، انت وادراكك. ناس كتيرة ليها حق شايفة ظلام مصر، ناس كتيرة ليها حق شايفة دوران البرية، لعنة وبركة، يوم طالع يوم نازل. وناس تانية ليها حق شايفة انه قد اكمل، it's finished، خلصت خلاص، انا ممكن اسكن في الراحة دي كل ايام الحياة. القصة مش ان الظلام راح، القصة مش ان الدوران انتهى،
القصة إنك بتسكن في الراحة فلم تكن هناك حرب. أنتم مدركين؟ التلاتة موجودين، التلاتة حقيقيين، التلاتة موجودين. إدراكك بيحدد هتتعامل مع الحاجات دي إزاي. ظلام الدنيا بتسود 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 بتسود، تفقد إيمانك، بتحس كل حاجة سودة، وتخش في اكتئابات، وتخش في أمور كتيرة لأن كل حاجة سودة. أنت مدرك ظلام مصر وليك حق. دوران طالع نازل ولعنة وبركة، وبصلي وبعد حين بتجيب نتيجة وبعد حين ما تجيبش نتيجة، ودوران أنا بلف في نفس الحتة حقيقة. بس الحقيقة دي بتؤدي إليه؟ بتؤدي إلى تدين، إنك أهو أنا بكمل، أنا ابن ربنا، بس بتموت في البرية دي. في إدراك ثالث حقيقة، إن يسوع على الصليب قال قد أكمل، قال لك اجتهد إنك تخش لدي، دي اتفتحت لحضرتك، موجودة، دي حقيقية. ولو أدركتها وعشت منها ودخلت إلى تلك الراحة، اسمها راحة صدقني، اسمها لما كنت بدرس اليوناني بتاعها النهاردة، إنك تتوقف عن إنك تحاول تحلها، بتتوقف إنك تحاول تحلها. لو قعدت جنب حضرتك او حضرتك قلت لك ايه اخبار الدنيا، تقول لي انا عندي مشكله دي، فاجابتي لحضرتك توقفي انك تحاولي تحليها. كده انا خلصت 99.9 من كل مشاكل في الاجتماع. تعالوا بقى نعبد ربنا، تعالوا فعلا نستمتع بابونا، لانه اول ما بنكون اصحاب راحه لا تكون هناك حروب. وكثير من تصور الكلام الشعري ده، عايز حبيبي تعجن اعجن، ما هو انت مدرك الدوران، ما حدش هيتني لك كلام. اوكي حبيبي خش في دوران لعنة وبركة طالع نازل زي ما انت عايز، لف او ظلام اوكي، بس ده اخره اكتئاب، ده اخره تدين، وده اخره سكنة. مش عارف انا مختار السكنة، تحب تختارها معايا ولا لا؟ ده الكتاب المقدس بيقول لك ده دي العلامه اللي ما بينك وبينه، اذكرك ده بيهددك، ده دي العلامه اللي ما بينك وبينه، لو ما اختهرتهاش بترجع لورا، لان الدوران ده بيؤدي الى رجوع، الظلام ده بيؤدي لاكتئاب. قد اكمل دي بتؤدي الى دخول، فلنجتهد ان ندخل تلك الراحه. ده في ايات، انا بحاول ما اقولش كل الايات عشان الوقت، ده في ايات يقول لهم ما تعبدوش في ولا حته لغايه لما تخشوا للحته اللي انا دعيت لكم ليها. دي احد المعاني هقراها. اوكي انتوا تثنيه، سفر التثنيه، ما كنتش هقراها بس عشان الوقت، بس تثنيه 12، المكان عدد 5، المكان الذي اختاره الرب الهكم من جميع اصباطكم ليضع اسمه فيه سكناه، تطلبون إلى هناك تأتون، تقدمون إلى هناك محرقاتكم، ذبائحكم، عشوركم، رفائع أيديكم، ونزوركم، ونوافلكم، أبكار غنمكم وبقركم، تأكلون هناك أمام الرب إلهكم، تفرحون بكل ما تمتد إليه أيديكم أنتم وبيوتكم كما برككم الرب إلهكم. لا تعملوا حسب كل ما نحن عاملون هنا اليوم، أي يعني إيه؟ كل إنسان مهما صلح في عينيه، لأنكم لم تدخلوا حتى الآن إلى المقر والنصيب الذي يعطيكم الرب إلهكم. متى عبرتم الأردن سكنتم الأرض التي يقسمها لكم الرب إلهكم، وأراحكم الرب من جميع أعدائكم الذين حواليكم، وسكنتم آمنين. المكان الذي اختاره الرب إلهكم ليحل اسمه فيه، تحملون كل ما أنا أوصيكم به من محرقات، ذبائح، عشور ورفائع، وتفرحون، عدد 12، أمام الرب إلهكم أنتم بنوكم. ببساطة الآية دي بتقول إيه؟ بيقول لك ما ينفعش تقدم عبادة من أي حتة إلا من الحتة اللي رب سكن فيها، وبيقول لك هي دي اللي هي الراحة. هتفهم حاجة؟ عمليا يعني إيه؟ عمليا يعني ممنوع تصلي إلا ما تخش الراحة. تقول لي انا حصلي عشان اخش، اقول لك لا لا، ده انت بتهدى لغايه لما قلبك يتراءى ويعمل لوك مع وجه الاب، وهنا تقدم ذبايحك. هو ده اللي بيقوله، مش انا اللي صدقوني، انا ما قلتش ولا حاجه من عندي، كله
كله مكتوب. هو بيقول لك قال لك اوعوا تعملوا زي ما احنا عملنا قبل كده، لا تعملوا حسب ما نحن عاملون هنا اليوم. كل واحد مهما صلح في عينيه، هم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيقدموا ذبايح، بس كل واحد بيقدم ذبيحه في الحته اللي هو واقف فيها. لهم اوعوا تعملوا كده، كل واحد بيقدم ذبيحه من اي حته، اوعوا تعملوا كده، لازم تقدموها من الحته اللي رب بيريحكم فيها. ببساطه اي عباده هو ده اللي قاله في العهد الجديد، الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح وبالحق. ليه؟ لأن الروح التحمت بالروح الرب، الله روح والسجدون حقيون يسجدون بالروح الحق، عملوا لك مع بعض، والإنسان الداخلي بقى في وجه الآب وسكن هناك. هنا العبادة حقيقية، هنا قدموا ذبائحكم ومحرقاتكم وعشوركم ورفاء أعاديكم في المكان ده، ما تقدرش تقدموا في أي حتة. فببساطة آخر آخر مشكلة إنه أي صلاة مش بتقدمها من الراحة كأنها ما بتجيبش جون، كأنها ما بتجيبش جون. ليه؟ القصة كلها إن الراحة مش فكرة جميلة، الراحة ده وجود الشخص مستعلن جوه قلبك أمام عينيك وأمام مشاعرك ونفسيتك، وإنت عملت لوك وقفلت إنت وهو في المكان ده، وحواسك تدربها إنك دائما بثبت عينك على الحتة دي، لأن كل شوية العالم هيجي يقولك شايف ظلام مصر؟ شايف الطلع والنازل؟ وإنت محتاج تقوله شايف قد أكمل؟ طول الوقت العالم هيجيب لك قصص أحداث مشاكل أمور مهمة جدا مهمة جدا، عنده 15 لستة بحاجات مهم جدا أنك تهتم بيها، تنزل وتغرف فيها، تشتغل فيها، تعمل زي ما أنت عايز فيها، ويسوع نايم جوه السفينة. حبيبي أنت بتعمل إيه؟ الموضوع خلص. فكل طول الوقت العالم هيجيب لك حاجات يقولك شايف الظلام؟ شايف الدوران؟ وانت محتاج تقوله شايف قد اكمل؟ It's finished. خلصت خلاص. تقف وسط السفينة اسكت ابكم. ليه؟ لان انا من المكان ده هقدم ذبايحي ونذوري وابقاري وغنم. ابوس رجليكم، ده اللي قاله بولس في الترجمة التفسيرية، اجتهدوا أن تدخلوا إلى تلك الراحة. النسكافي ما بيجيبش نتيجة، جيب معلقة كده وبرر وشربنا قهوة، لا لازم تخش، لازم تخش، لازم تسكن قلبك، وبعد شوية حواسك تبقى مدربة إن ده يبقى اللي شغال وانت في وسط شغلك، وانت في وسط الشارع الواقف زحمة، وانت في وسط كل حاجة، انك ساكن في هذا المكان ده، دي العلامة اللي ما بينك وبين الرب، دي الحتة اللي هو فيها بيتنفس، وبسهولة انت بتقشر السواد من على حياتك، لانه هو في اليوم السابع استراحة وتنفس. تعال نغمض عينينا ونصلي مع بعض.